سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم تطبيق ديال هضر شمع هذه. كنتمنى انها تنول الاعجاب ديالكم وتجيكم سهله. المهم بالنسبه للتنبات هو راه التنبات ديال باكستان كنظن، وانا حاولت نقرب لكم التطبيق ديال الرشمه يعني بالسلعه اللي نقدروا نلقاوها عندنا هنايا يعني نشريوها. بالنسبه صوب ديك الحجه راه كما كتشوفوا هكاك في الوسط، وكنخدم بالاستخاص رقم 16 الذهبي والفضي، هما اللي خدمت بهم كما سبق لي قلت لكم في فيديو الاخر. وبالنسبه للجنيبات درتهم بالقيطان الرقيق، يعني ممكن لو تلقى واحد السلك يتباع ديال الهنود في الباكستان، ما عرفتش السميه ديالو بالضبط ولكن كنراكم غادي تكونوا عرفتيوه. هذا كيكون رقيق وممكن انكم تخدموا به على الجيلاتين، كنظن انه يكون حتى هو كيلصق مزيان على الجيلاتين. المهم انا بالنسبه لي متوفر هو القيطان اللي بسقلي كما كتشوفوا. انا كنخدم دابا بليستخاص رقم 16 وكنخدم ليستخاص هو الاول، عاد كنبقى ندور عليه القيطان. صافا البنات كما كتشوفوا هذا هو القطع اللي انا كنخدم به، كيكون صقلي هو مبروم يعني هذا الرقيق اللي كيديروا به التضريس هو اللي خدمت به انايا هنايا، دورته على الاستخاص. كما كتشوفوا البنات كنبقى ماشي هكا مع الرشمه، كنبقى ندير كونتور الاستخاص. مهم باش كنحاول انني نجيب الموديل كيف ما هوايا. بالنسبه هو الموديل اللي حنا شايفينه في الفيديو هو هذاك التنبات كما قلت لكم غالبا ديال باكستان، وكيكون بحال ديك الباسي ديال الصاري ولا شي حاجه، وكيقطعوهم وكيحطوهم على الشكل اللي بغاوهم. معايا لاحظتوا ان الرشمه راها ما كتجيش مقاده من الصدر، راه كاين شي طريفات مقطعين وملصقين هكا متناسقين وصافي. بالنسبه هذيك الرشمه راه ممكن تخدموها بزاف ديال الطرق، ماشي ضروري ديك الطريقه نفسها اللي هي مخدومه. ممكن تخدموها بالطرز، ديروا لها غرزه في قلب غرزه مثلا، ديك الجنيبات كلهم غرزه في قلب غرزه وتنبتوها من الداخل. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا يخدموا باليد كينبتوا ويطرزوا باليد. بزاف ديال الطرق ممكن تخدموا ديك الرشمه. المهم انا حاولت نقربها لكم بهالطريقه هذه حتى هي جات مزيونه. نخليكم تكملوا الفيديو، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك القناة وتخليوا لي تعليقات ديالكم وتقولوا لي شنو الرأي ديالكم في التطبيق ديال هاد الرشمة، واش عجبكم واش ما عجبكمش، واش عندكم شي فكرة بغيتوا نخدموا عليها، اي حاجة كنتوا باغينا خليوها لي في كومونتير تاع الفيديو، وان شاء الله غادي نصوبها ليكم ونجاوبكم على الاسئلة ديالكم.